أهلا بك لارا. دعيني أعاقب على ما قاله قبل قليل حسين. في الواقع أنا هنا في البيت الأبيض، كان هناك الإجازة الصحفي اليومي، حتى كما ترين الجو ماطر جدا، لم نستطع أن نصل إلى المكتب لإجراء هذا المباشر. أولا لأنه جون كيربي سئل عندما أدان وزير الخارجية الفرنسي بوضوح الاعتداء على عمال الإغاثة التابعين لورد سنترال كيتشن، قال بأنه الغضب الذي يعبر عنه البيت الأبيض هو بمثابة إدانة. لكن هذا هو الاختلاف المعروف بين الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي. أعتقد إلى جانب ما ذكره حسين، هناك نقاط الالتقاء وهي حول أوكرانيا، ضرورة صد ما يسموه دوما بالعدوان الروسي، دعم أوكرانيا بالأسلحة، وطبعا وخصوصا بالنسبة لمجلس النواب الذي حتى الآن لم يصادق على إرسال شحنة جديدة من الأسلحة، هذه الرزمة المطلوبة من البيت الأبيض إلى أوكرانيا حتى الآن. هناك اتفاق أيضا على مواضيع مثل السودان ولبنان وغيرها، لكن الاختلاف هو على غزة بالفعل، ليس فقط بالنسبة للإدانة الواضحة والموقف الفرنسي الواضح، لكن أيضا بالنسبة لمجلس الأمن. متوقع بالنسبة لوزير الخارجية أن يقول بأنه لا يتفق مع الموقف الفرنسي، لأنه الولايات المتحدة كانت تقدم الحماية الشرعية الدبلوماسية لإسرائيل في مجلس الأمن منذ بداية هذه الأزمة حتى الآن، وقامت بالامتناع للتصويت فقط في القرار الأخير، وحاولت أن تبرره في أكثر من مرة بأنه قرار غير ملزم. لكن أيضا هذه الزيارة تأتي ضمن التحضيرات لزيارة الرئيس بايدن. طبعا هناك ذكرتين مهمتين بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا بالتحديد، وهو الذكرى 80 لتحرير فرنسا طبعا على أيدي النازيين في ذلك الوقت، والذكرى 75 لحلف شمال الأطلسي، هذا الحلف الذي يعول عليه البيت الأبيض كثيرا، والتي تعتبر فرنسا جزء أساسي منه.